الدرس الثاني. أسرتي سعيدة. الحوار الثاني. Najwa stumbled upon her aunt at the supermarket while doing her grocery shopping. Let's listen to their conversation. أنا مسرورة يا خالتي. لماذا يا نجوى؟ لأن أمي قادمة من سابه. الحمد لله. هي مشتاقة إليك. هل صحتها جيدة؟ نعم، صحتها جيدة. والآن هي في بيتي. تفضلي لزيارتها. طيب. أنا قادمة مع زوجي هذا الليل. شكرا جزيلا. وإلى اللقاء. مع السلامة.